وكذلك نحن نسير إلى الانتخابات المقبلة، وأقول لكم من هنا على أنه إذا لم تعالج المنظومة الانتخابية ستكون المنظومة الانتخابية في العمل النقابي سيكون ذلك كله تحت الطلب وحسب ما يريده البعض حسب الخريطة النقابية التي يريد الفوز. ولكن أقول لمناضلينا ومناضلاتنا، وكما قلت لهم دائما، لا تعتبروا بأن نتائج الانتخابات هي الأساس لعطائكم أو لعملكم. أنتم تشتغلون، تكدون، تجتهدون، تقومون بما هو مطلوب منكم أن تقوموا به، وتشاركون في الانتخابات بكل ما أوتيتم من قوة. ولكن لا تعتبروا أن نتائج الانتخابات هي الفيصل الحقيقي في وزنكم الحقيقي أبداً، كما أن انتخابات 8 سبتمبر أبداً لم تكن هي الوزن الحقيقي للأحزاب السياسية في المغرب. ولكن نحن علينا أن نقوم بأدوارنا، نقوم بأعمالنا، نقوم بما هو مطلوب منا. هذه الوضعية اليوم جعلت هذه الحكومة تتعامل للأسف مع الاتحاد الوطني لشؤون المغرب بمنطق الإقصاء والتغول، والإقصاء من كل، أو على الأقل أقول من مجموعة من المؤسسات، بداعي غريب لا نفهمه، بداعي غريب. قالوا الحوار الاجتماعي، قلنا نحن ممثلون وعندنا من النقابات الأكثر تمثيلية. قالوا 6%، قلنا 6% عندنا ورشوعي القوانين. قانون مدونة الشغل يتكلم عن 6% في القطاع الخاص والمؤسسات العمومية. ارجعوا وقرأوا مدونة الشغل بشكل جيد. مدونة الشغل لا تتدخل في القطاع العام، القطاع العام له حساباته. لحد الآن لا توجد عندنا نسبة التمثيلية في القطاع العام في أي وثيقة قانونية، لا توجد عندنا، هي مطروحة الآن كمشروع في قانون النقابات. أما مدونة الشغل والتي تتكلم عن القطاع الخاص وعن المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والخدماتي، هذه نحن عندنا فيها التمثيلية وكفاية وأكثر من 6%. وهذا وناقشنا في ذلك مع خبراء ومع قانونيين وذهبوا إلى مذهبنا الذي ذهبنا إليه. ولما أرسلنا المراسلات المتعددة إلى الحكومة ولم تستجب لنا، اضطررنا إلى أن نرفع دعوة إدارية في الموضوع وننتظر القضاء أن يفصل في هذه القضية، لأنها مرتبطة بمجموعة من الأمور، كتمثيليتنا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، نستغرب المجلس الأعلى للتعليم، نستغرب، تصوروا معي أن يشارك في المجلس الأعلى للتعليم نقابات أقل منا بكثير بكثير بكثير. خذوا تركيبة ديال النقابات الممثلة، النقابات الممثلة في المجلس ديال التعليم، وشوفوا النقابات الممثلة، غادي تلقاو كاينة بعض النقابات فعلا التي لها اليوم وحسب مخرجات الانتخابات اللي تكلمنا عليها، ولكن عندنا نقابات لا هي لا في العين ولا في النافذة، ومع ذلك هي ممثلة الاتحاد الوطني لم يمثل. شنو هي الإشارة اللي كنفهموا هنا؟ الإشارة اللي كنفهموا هنا هو أن الاتحاد الوطني للشؤون المغرب ينبغي صوته أن يكبت، وأن نفرض عليه الصمت. ونحن نقول لم نأتي للعمل النقابي من أجل أن نكون في المؤسسات، ولم نأتي للعمل النقابي من أجل أن نكون في الكراسي، ولم نأتي للعمل النقابي من أجل أن نكون ممثلين في هذه المؤسسة أو في تلك. فالعمل النقابي عندنا الأساس الأول للعمل النقابي هو أن نتواجد مع العمال والعاملات والموظفين والموظفات، هذا هو العمل الأساسي الذي علينا القيام به. وعندما نتواجد في المؤسسات، نتواجد في المؤسسات بهذه العقلية، ليس من أجل الدفاع عن أنفسنا، ولا من أجل الدفاع عن مكانتنا، ولا من أجل المكانة الاعتبارية لنا، لأننا ولله الحمد كبرنا وترعرعنا لا نعطي الأهمية لنفوسنا إلا بنفوسنا وذواتنا. لا نرضى أبدا أن يعطينا كرسي، أيا كان هذا الكرسي، أن يعطينا مكانا واعتبارا.
نحن لا نحتاج إلى الكراسي لكي تعطينا الاعتبار، نحن نأخذ اعتبارنا وتقديرنا من أنفسنا ومن طاقاتنا ومن جهدنا ومن نضالنا، ونحن معتزون الحمد لله بذواتنا وبأنفسنا. إخواني الكرام، بعد 4 سنوات ما بين المؤتمر السابق 2019 والمؤتمر الحالي في 2023 حسب قوانيننا اللي كتكلم 4 سنوات، وقدر الله اليوم أن يكون مؤتمرنا في مارس وليس في نوفمبر لأسباب، ولكن ربما الأستاذ ياتيم حاضر كنا نتكلم على أن المؤتمرات التي عقدها في نوفمبر في فصل الشتاء، ولازلنا نتذكر الحالة التي كنتم عليها هنا في هذا المركب في بوزنيقة في تلك اللحظات، والإخوة الذين لم يتمكنوا من الحضور لأن الطريق كانت مقطوعة بالثلوج، فكنا نقول لماذا لا نفكر في أن نجعل مؤتمراتنا في فصل يكون فصل الربيع ويكون فيه الجو مناسب أكثر، ولذلك إن شاء الله الانطلاقة من هذه السنة والمؤتمر المقبل بإذن الله تعالى سيكون في فصل الربيع ويكمل سنواته 4 في وقتها المناسب في وقت الإزهار. ولذلك الإخوات حسب قيمنا نقابتنا إن شاء الله تعالى ستبقى متواجدة في هذا البلد، وستبقى تقوم بدورها الذي تقوم به كما قامت به طيلة 50 سنة الماضية، ولا يهم من يقود الاتحاد فلان أو علان، نحن ولله الحمد عندنا من القوانين ما يحمينا، وعندنا من القوانين ما لا يجعل قيادتنا قيادة الزعيم الأوحد والزعيم الذي لا يشق له غبار.